اهلا بيكم في الجزء الاخير والحوار الاخير مع نجمين كبار، هم نجوم صاعده لكن صاعده بقوه الصاروخ ما شاء الله عليهم في الكره الطايره في النادي الاهلي، وان شاء الله اعمده اساسيه في منتخب مصر الاول قريبا جدا. خلينا نرحب بضيوفنا ونجومنا الكبار كابتن يوسف مرجان. كابتن يوسف نورنا وشرفنا حبيبي. كابتن خالد اهلا بيك، وكمان بنرحب بكابتن عبد الرحمن الحسيني. كابتن عبد الرحمن مساء الفل، مساء الخير، منور. منورك والله يا كابتن. بتاكل ولا بتتمرن في البيت؟ يعني والله من ده على ده. ازاي؟ يعني الصراحه بحاول اظبط اكل على قد ما اقدر، ويعني شغال تمرين كويس في البيت، بحاول يعني احافظ على لياقتي عشان لما الموضوع ده يعدي بخير ان شاء الله ما يبقاش الواحد خسر كتير في القعده، يحاول ننزل على طول اسرع يعني. اكيد يا كابتن يوسف، اكل ولا رياضه؟ والاكل البيت انت عارف اكيد وحشك بقالك كتير. لا هو الواحد تدريبات ومعسكرات، يعني الواحد اكتشف ان الاكل البيت حلو يعني. بعدين بقى انا الاسره كمان لما بتتجمع بقى على السفره بقى من زمان قوي ما حصلتش، فهنا بقى الجو الاسري بقى احسن، يعني ان انت تبقى كله بقى قاعد على السفره مع بعض بناكل كل يوم. بس على قد ما تقدر بقى، يعني مثلا لو انت لقيت نفسك عكيت مثلا يومين ثلاثه كده تحاول تظبط على قد ما تقدر على طول. يعني بصراحه انا باخد بالي يعني الموضوع ده على قد ما اقدر، عشان طبعا الكابتن محمد مسلحي كل يوم على الجروب يقعد يقول لي ما خلي بالك انت بالذات، بس الحمد لله يعني لغايه دلوقتي محافظ شويه على اكلي، وفي نفس الوقت بتمرن، بجيب بقى شويه برامج كده. وكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي طبعا مثل اعلى لاي رياضي، يعني بعت لي بصراحه شويه نظام غذائي وشويه برامج كده تدريبيه ماشي عليها على قد ما اقدر الحمد لله، وتريد ميل بقى في البيت وبتجري شغال عليه. الحمد لله. هكلمك بصراحه، دخلت طايره ازاي اذا كانت العيله كلها سباحه؟ يعني العميد محمد مرجان، اكيد لازم نقول العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ده كابتن يوسف مرجان الابن الاكبر ليه، فيعني لازم نعرف كل السكه كلها عندك سباحه، دخلت ازاي فوق؟ انا كنت في 2010 كان في بطوله افريقيا بتتلعب في صالات هنا في مصر درجه اولى، كان ساعتها كابتن حمدي الصافي، كابتن وائل العايدي، كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله، كابتن منعم، محمد عبد المنعم، كل اللعيبه اللي هي تقريبا دلوقتي بنلعب معاهم وبقينا نعرفهم وبقوا الناس اللي بنلعب معاهم زي اصحاب لينا، دول كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا هنا في مصر. انا شفت اللعبه، كنت بلعب سباحه ساعتها، عجبتني اللعبه، جبت كره فولي قعدت العب بيها في البيت. فوالدتي يعني قالت لي طب ما في فولي في النادي، انزل شوف، روح الفرقه، روح الاختبارات. رحت الاختبارات فرقه تحت 11 سنه، كابتن يعني طولي عجبه وجسمي كويس وبتاع، قال لي ماشي هتيجي معانا، بس كان اقل لعيب بيلعب بقاله 3 4 سنين في الفرق. قعدت 3 شهور كده بتمرن لوحدي، بعد التمرين المدرب يمرني كابتن احمد ثابت طبعا ليه فضل كبير عليا، بس ربنا كرمني سنه ورا سنه ورا سنه بقيت كابتن الفريق وانا في 17 سنه. كابتن محمد مصلحي بقى صعدني الدرجه الاولى وانا تحت 19 سنه. يوسف جريت من بابا ازاي من السباحه؟ لا والله ده سؤال. بصراحه انا بابايا ما كانش معارض خالص للفكره، على قد ما كان الحاجه اللي انت حاببها اعملها، يعني في الاول كان بيحاول يعني بيقول لي بس ان انا اواظب على الاثنين لان السباحه مهمه جدا طبعا، بتبني جسم اي لعيب. بعد كده لما ابتدينا بقى نخش بقى 13 سنه و 15 سنه نلعب بطولات بقى في النادي مهمه يعني وكده، وابتدى بقى الموضوع يبقى جد يعني ومطول فيها، وكنت اول لعبه اكون حاببها ومطول فيها، لعبت كل الالعاب، باسكت ولعبت هاند ولعبت فتره كوره كل حاجه يعني، كاراتيه لعبت برده، بس الطايره كانت اكتر حاجه بقى انا واخدها بقى بروفيشنال، يعني ان انا عايز اكمل فيها على قد ما اقدر يعني. بس وما كانش مانع بقى لما لقى الموضوع ان انا فعلا حبه وان انا ابتديت يبقى ليا يعني الحمد لله ابتديت ابدا ابقى لعيب، يعني الناس تبدا تقول لا ان انا ان شاء الله في المستقبل ممكن ابقى حاجه، قال لي خلاص بقى ركز وكمل فيها، والحمد لله يعني لغايه دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني يعني الحمد لله. ده بدا سباحه، بدات ايه في النادي الاهلي عبد الرحمن؟ لا انا بدات في الاول خالص مدينه نصر، كنت بلعب في مدينه نصر كويس، بس انا اتولدت صراحه اهلي كلهم كانوا بيلعبوا فولي. ما يعني الفرق بقى ده انت عندك فولي هو سباحه. انا عارف يعني عايزك تحكي الموضوع. انا اتولدت لقيت اخويا واختي بيلعبوا فولي، طبعا اخويا كان شاب لسه في نادي مدينه نصر وبتاع، كنت اروح معاه التمرين واتفرج عليه، وبعد ما اخلص تمرين العب معاه شويه.
ده كابتن محمد الحسيني. لازم نقول ان كابتن عبد الرحمن الحسيني اخوه الاكبر، كابتن محمد الحسيني نجم النادي الاهلي السابق وكان من نجوم الاساسيه في النادي الاهلي، لكن دلوقتي هو في نادي سموحه. خلينا نكمل الحوار مع كابتن عبد الرحمن الحسيني، اتفضل. بس لحد ما يعني عجبتني اللعبه، وطبعا لما كبرت قررت ان انا امشي على نفس الخطى الرياضي بتاع اخويا. بس لحد ما ربنا كرمني برضو وروحت النادي الاهلي تقريبا وانا عندي 9 سنين. كابتن احمد ثابت طبعا ليه فضل كبير، هو اللي جابني النادي الاهلي. بس والحمد لله يعني مكمل. وهتكمل فولي خلاص ان شاء الله. هتعدي الحسين الكبير ولا ايه؟ يعني بدعي ان شاء الله. يوسف قول لي التدريبات شكلها ازاي في البيت؟ انت الاول كان جاري وكان والحقيقه مختلفه، لكن دلوقتي داخل البيت بتعمل ايه بالظبط عشان برضو الناس يتعلموا منك؟ والله يعني انا بالنسبه لي الجري اساس اي رياضه. كويس. فانا ودي كان ابويا يعني هو دايما يقول لي عليها ان الجري اساس اي رياضه. تمام. التريد ميل ده كده كده عندك في البيت اساسي، مفيش بتنزل تجري في الشارع. كويس. على الاقل نص ساعه في اليوم جري يعني. زي بقى التمارين الارضيه يعني، الواحد بيحاول يعمل بقى تمارين ارضيه، برامج بقى بتيجي وكلها فري ويت يعني بوزن الجسم من غير حديد يعني، مش لازم انا ما عنديش حديد في البيت، بس بوزن جسمي ضغط بقى البطن، البلانكات، حاجات دي كلها، وحاجات رباعي، الحاجات بقى اللي هي القديمه اللي احنا كنا بنعملها واحنا عندنا 11 سنه دي، وكنا نقعد نتريق عليها، هي دي اللي بقينا بنعملها. هي دي بقى الاساس، هي اكتر حاجه خلي بالك انت في الجيم وبالحديد انا بتعب اكتر من السويدي ده اللي هو الفيتنس الارضي ده. اقوى حاجه يعني، اقوى حاجه دلوقتي بالنسبه لي، اقوى حاجه. رجعنا للبدايات مره ثانيه. القديم بقى. على قديمه. ميزانك كام دلوقتي؟ وهل ميزانك فارق طالع ولا نازل؟ بصراحه يعني هو انا ميزاني نازل. نازل ازاي؟ ما هو انا اصلا النوع اللي انا بحرق بسرعه. يعني مش قاعده في البيت يعني، انا معايا مجهود جسمي بيحرق على طول. ايام طبعا لما كنا ننزل تمرين كل يوم ده كان. لا دلوقتي، لا عايز اعرف دلوقتي. لا دلوقتي يعني ميزاني عادي بصراحه، مش شايفه. مش عايز تقول عشان على الهوا كابتن ميدو هيعرف هيبقى في مشكله بعد كده. طبعا فيها مشكله بس. لا والله هو انا يعني دلوقتي محافظ على وزني على قد ما اقدر. قول لي بتعمل ايه بالظبط يا عبد الرحمن؟ والله يعني الواحد طبعا اليوم متلخبط بسبب الحجر الصحي اللي احنا عاملينه في البيت. بس بحاول يعني اظبط تماريني مع اكلي. طبعا في ساعتين في اليوم تمرين. بس هي دي ده اللي بضيع فيه وقت. ساعتين اساسي. بضيع فيه وقت اليوم كله يعني، الساعتين دول بستناهم يعني عشان اتمرن. ساعتين بتتمرنهم وبتجري على التلفزيون كده تبص على فيلم؟ لا طبعا التلفزيون ده حاجه اساسيه، ده حتى انا بتمرن يعني شغال على التلفزيون. طبعا نفس الكلام. يوسف لما طلعت الدرجه الاولى طلعت ازاي؟ والله احنا كنا في كاس العالم مع كابتن نهاد شحاته. من احسن المدربين يعني اللي اتمرنت معاهم بصراحه. في كاس العالم في 2017 في البحرين. رحنا بطوله العالم حققنا فيها سادس. سادس عالم يعني، كانت من 20 فرقه اخذنا سادس عالم. رجعت بعديها كابتن محمد، كنا بقى راجعين بقى معسكر 3 شهور مع كابتن نهاد، وكابتن نهاد معروف يعني بان هو بيحب القوى الغاشمه. فكان معسكر هلاك بصراحه. رجعنا رحنا كده اجازه، كنت في الساحل اسبوع كده مستأذن يعني من كابتن محمد مصلحي. بس لقيته بقى كنت لا مستأذن من مدرب الفرقه عندنا اللي هو بتاع ال 19 سنه. لقيت كابتن ميدو بقى بيكلمني بيقول لي ان انا هبدا بقى، كان عندي ساعتها 18 سنه يعني، قال لي ان انا هبدا بقى انتظم مع الدرجه الاولى واتمرن معاهم يعني الفتره الجايه. بس اول سنه دي قعدت معاهم تقريبا 3 شهور، وبعد كده لما ابتدت بقى النهائيات تيجي وكده نزلت تاني مع الناشئين. السنه اللي فاتت واللي قبليها بقى لي سنتين الحمد لله يعني مع الفرقه بشكل يعني منتظم. وبناخد بقى يعني بنحاول بقى نأدي على قد ما نقدر، وان شاء الله الفرصه يعني تيجي يعني. فرصه مواتيه جدا عبد الرحمن، نجوم كبار في فرقه النادي الاهلي، التعامل معاهم ازاي؟ طبعا هو يعني النجوم الكبار دول كلهم الواحد كنت بتفرج عليهم من وانا لسه يعني بتعلم المشي يعني. فطبعا بالنسبه لي اول ما دخلت في مجال الفولي والتمرين، واول ما وصلت النادي الاهلي كان حلم ان انا العب معاهم في ملعب واحد.
طبعا اول ما الواحد بيحقق يعني الحلم ده بيبقاش مصدق نفسه لسه في الاول. قولي اول مره اتمرنت معاهم عبد الرحمن بصراحه شديده بجد. بصراحه يعني اول مره دي بتبقى كهربا يعني بتبقى طبعا خايف تعمل اي حاجه غلط، خايف حتى ما كنتش عارف انده عليهم يعني يا كابتن ولا هتقول باسم ولا عادي يعني برضه دي اول مشكله ما كنتش عارف اتكلم معاه، مش عارف انا بالنسبه له ممكن اكون قد ابنه او اصغر يعني بس يعني دي اول مشكله لحد يعني ما هم الصراحه يعني بيحتضنوني قوي يعني طبعا لعيبه كتير قوي ويعني نصايح كتير يعني الصراحه يعني في مقام ابنهم يعني يعني الصراحه الموضوع كويس وحلو يعني مبسوط ان انت فزت مبسوط طبعا فرق ده ملوك الذهب في افريقيا والعرب ما شاء الله عليهم يعني هتكمل نفس المسيره دي يا عبد الرحمن؟ والله يا رب طبعا يعني احنا جيل ان شاء الله طالع يعني انا ومرجان ويوسف الصافي وفي لعيبه كتير طبعا طالعه من تحت يا رب والله احنا بنتمنى ان احنا نكمل على المسيره دي ونوصل ابعد كمان ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن يوسف طلوعك في الدرجه الاولى وجود كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه، ايه العلاقه بينك مع كابتن عبد الله؟ علاقتي مع كابتن عبد الله علاقه كويسه جدا يعني الحمد لله، هو مثل اعلى كده كده لاي معد في مصر وافريقيا عبد الله عبد السلام. انا اول ما لعبت كره طايره ابتديت يعني اعرف الناس وكده عبد الله، قعدت سنتين او سنه ونص احاول اجيب تيشيرت مكتوب عليه عبد الله عبد السلام اللي بيلعب بيها في المنتخب لغايه لما جبت واحده يعني الحمد لله. بعد كده لفت الايام وهو راح الجيش بقى وكده، ولفت الايام لما انا طلعت درجه اولى كانت دي اول سنه لكابتن عبد الله في النادي الاهلي، دي كانت اول سنه هو جه بعد ما رجع من الجيش، كانت اول سنه ليا درجه اولى في النادي الاهلي وابتديت يعني اتمرن معاه. طبعا شرف كبير ان انا اتمرن مع كابتن عبد الله عبد السلام وطبعا كابتن حسام يوسف، يعني دول احسن اتنين معدين في مصر، فبتبقى بالنسبه لي قد ما هي ممكن تاخر وجودك في الملاعب شويه بس طبعا وقت ما هتظهر هتبقى انت خلاص يعني اكتسبت خبرات من احسن اتنين في افريقيا وفي مصر يعني ممكن تتمرن معاهم في حياتك. بدات برقم 14 في حياتك ولا لبست رقم 14 مضطر في وقت من الاوقات؟ لا ما بداتش برقم 14، انا كنت مش فاكر كنت بلبس ايه، كنت بلبس 20 20 كنت بلبس 20 في الاول وبعد كده بقيت بلبس 14 من وانا صغير طول عمري في الناشئين بلبس 14 وفي المنتخب. ليه رقم 14؟ ما اعرفش جات لك كده؟ لا ما كنا هو في اول السنه دايما بنسال على ارقام فرقم 20 ده كنت لسه جديد بقى كنت اخر واحد. بعد كده انا سنة لبست رقم 2 عشان ابقى زي كابتن عبد الله عبد السلام برضه بس لما طلعت طبعا هو حاجز الرقم. لا كده كده هو حاجز الرقم، انا من قبل ما اطلع درجه اولى وابتديت ان انا البس 14 قلت يعني عشان يعني في يوم من الايام ابقى زي الناس كلها تبقى زي ما احنا كلنا نفسنا نبقى رقم 2 زي عبد الله اكيد ممكن نبقى رقم 14. هتكمل ب 14 يا يوسف؟ انا الدرجه الاولى برضو اول سنه ليا اخدت 20 وبعد كده لما ابتدت بقى الفرصه ان احنا نتسال على ارقام عايز رقم ايه بتاع اخدت 14 بس الحمد لله تمام. عارف مين رقم 14 كان في النادي الاهلي؟ كابتن هاني مصلح. عارف الشبح برضه كلهم الشبح كلهم نجوم. رقم 8 رقم حضرتك، اخذت رقم 8 على اساس ولا رقم ايه؟ لا هو رقم 8 الصراحه من ساعه ما اتولدت هو رقم 8 رقم ده في اي فرقه هلعب عشان كابتن محمد الحسيني. من ساعه ما اتولدت برضه محمد اخويا كان رقم 8 فعجبتني الفكره. ولما طلعت في الدرجه الاولى لقيت مين لابس 8؟ هو كان المحترف اول سنه طلعت فيها كان المحترف هو لابس رقم 8 فالصراحه اصلا السنه دي يعني ما كنتش متوقع ان هم يسالوني على رقم يعني قلت هاخد اي رقم بالظبط يعني اول ما لقيت يعني في رقم انا تجاري عليه مش ممانع اي رقم لقيته 8؟ لا كان 16 ساعتها بس تاني سنه بقى المحترف مشي لقيت الفرصه قدامي الصراحه قمت جاري على الرقم ما صدقتش نفسي يعني عبد الرحمن احتراف اي لاعب هو الحلم عنده عبد الرحمن الحسيني في طريق الاحتراف ولا النادي الاهلي اول؟ هو طبعا الاحتراف ده بيدي فرصه لاي لعيب ان هو يكتسب خبرات في اكبر دوريات في العالم بس طبعا يعني الواحد عايز يعني يساعد مع نادي الاول ونكسب اكسب بطولات افريقيه وبطولات والدوري وكاس يعني اكتر على قد ما اقدر ولو جات لي الفرصه يعني ان شاء الله يعني اكيد هطلع يعني نفسي طبعا اطلع في اي دوله بره احتراف بس واكيد هرجع لبيتي طبعا نادي الاهلي تاني مفيش غير النادي الاهلي عندك طبعا مفيش ده كده صح 100% كده اولاد النادي الاهلي فعلا. يوسف دراسه ولا احتراف؟ والله
انا خلاص يعني انا في سنه ثالثه. انا عارف كان المفروض الترم ده يخلص يعني وكانت الدنيا هيخلص فكنا هنخلص ان شاء الله و يعني انا خلاص فاضل لي سنه وما تهيأليش ان انا هحترف في السنه دي. فلما نخلص السنه دي انا اهم حاجه عندي دلوقتي انت ليك اولويات. الاولويات ان انت تبدا تلعب بس في الاول في الدرجه الاولى في النادي الاهلي عشان تبان. انت لما بتلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي هتبان في المنتخب وهتبان في العالم كله، افريقيا هتبان، عربيا هتبان، تروح تلعب مع المنتخب بطولات عالم هتبان في اوروبا هتبان في كل حته. فانت كده كده النادي الاهلي هو مفتاح ليك في اي حاجه في حياتك. هتوصل في النادي الاهلي هتوصل في اي حته في الدنيا. فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه على قد ما نقدر نحاول نعمل اللي علينا، نبدا نلعب في النادي الاهلي، نحقق نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اكتر. ربنا يكرمنا ونكسب مع النادي الاهلي، وقتها بقى ان شاء الله نبدا نفكر في احتراف بقى. وجودك في اسره رياضيه داخل النادي الاهلي، اتولدت في النادي الاهلي، اتعلمت ايه جوه النادي الاهلي؟ اتعلمت التحمل والمسؤوليه، دي اكتر حاجه ويعني بيقول لي دايما عليها ان انا حتى يعني انا الحمد لله على قد ما اقدر. انا اصلا كان من اسباب ان انا سبت السباحه يعني ان انا ما كنتش عايز ان انا ابقى موجود في مكان ويتقال ان انا بلعب علشان خاطر والدي او عشان خاطر عيلتي يعني. بس فما كنتش بحب حاجه زي كده. فالفولي زي ما انت بتقول كده بعيد خالص عن المجال يعني ما فيش اي حد هناك. فكانت حاجه كويسه ان انا ابدا وان انا عارف ان انا بوصل بمجهودي وكده. كده انت عارف في النادي الاهلي هتقعد تتجامل لغايه امتى يعني، بس ما فيش حاجه اسمها مجاملات في الدرجه الاولى وفي منتخبات مصر بس انت ما اتجاملتش بكذا بصراحه. بس الواحد يعني لما بيقعد مع نفسه طب انا ممكن وصلت كده مثلا عشان اهلي بعد كده، طب انا الحمد لله رحت لعبت بطوله عالم وكنت مصنف رابع صانع العاب على العالم. الحمد لله خدت احسن صانع العاب في افريقيا في بطوله افريقيا في نيجيريا وطلعت درجه اولى ومتهيألي مفيش حد في النادي الاهلي بيوصل درجه اولى فاهم يعني. لا مش هيوصل، لكن سؤال يعني ليك انت بالذات، ما اتضايقتش في يوم من الايام ان الكلام ده ممكن يتقال عليك او تسمعه حتى من بره كده بصراحه؟ لا عادي خلاص، انت بتبقى انت وانت صغير ممكن تشك ما بينك وبين نفسك ان انا هل ممكن فعلا انا مثلا مش كويس او كده. بعد كده لما الواحد بيبدا يكبر ويبدا يوصل يعني زي ما بقول لك كده في حاجات معينه لما بتبدا تحققها في حياتك خلاص بقى انت بقيت عارف الحمد لله. لا انا باسمي وبدراعي ان شاء الله هقدر ابقى اكبر حاجه ممكن اوصل لها يعني. دي حقيقه اكيد، دي حاجه مهمه جدا. لكن القاب كتيره جدا في حياتك، لكن في بطوله العالم طلعت رابع عالم مظبوط؟ تمام مظبوط. كنت رابع احسن ضارب ولا احسن ضارب؟ كنت مصنف خامس احسن. أيوة. مركز اربعات في العالم وسادس اكتر مسجل نقاط في العالم. استقبلت الموضوع ده ازاي وانت بتلعب واستقبلت رابع العالم ازاي؟ هو طبعا الماتش اللي هو يعني البطوله دي بالذات عمري ما انساه كويس. هو كان كمان اللي احنا قبل السنه اللي قبليها انا كنت معاهم في بطوله سادس عالم اللي احنا جبنا فيها سادس عالم دي. بس طبعا كنت اصغر لعيب في الفرقه فكنت الموضوع اللي هو ايه يعني برده بتدرب لعيبه وتشيل الكور وبتاع وتعمل صغير لسه يعني يشيل الكور صح؟ كده كده. انما البطوله دي كنت انا كابتن الفريق فكان طبعا مسؤوليه كبيره عليا قوي. لازم اثبت للفرقه ان انا اثبت للناس كتير ان انا كنت استحق المكان ده من بدري. بس فيعني الحمد لله يعني قدرت اوصل بالفرقه الاكبر لاطول مسافه ممكن اقدر عليها. ماتش الصراحه ثالث ورابع ده كان في ايدينا ان احنا نجيب ثالث. ما قدرتوش ليه؟ مع ان كان الهدف قوي جدا عندكم. يعني طبعا ماتش الارجنتين ده احنا كسبناهم في المجموعات 3-1. بالظبط. مش عارف بقى هو الماتش ده كان نفسيه اكتر ما هو يعني فولي. احنا كنا نازلين الماتش برده عاملين حسابنا ان احنا كسبنا فرقه زي دي وهم كانوا عاملين يعني واخدين الموضوع اكبر من اللي احنا ما كنا واخدينه ليه يعني. بس انما يعني كانت المفروض فرصه وتنتهي يعني. ان شاء الله في اللي جاي اسماء محدده ليكم انتوا الاثنين، عايز ردود محدده. ماشي يا كابتن يوسف ولا ابدا مع كابتن عبد الرحمن؟ ابدا مع كابتن عبد الرحمن. مدرب تدين ليه بالفضل؟ الصراحة مدربين كتير. اسم أسماء واحد بس ولا أسماء؟ لا كتير يعني. هو طبعا كابتن أحمد ثابت أول واحد جابني النادي الأهلي. كابتن جابر عبد السلام هو اللي دربني في النادي الأهلي كتير. كابتن حسن حصري. كابتن نهاد شحاتة وطبعا كابتن ميدو مصلحي هو اللي اداني بقى مجال اللعب كبير. تمام. بتدين من لمين في الفضل المدربين؟ أنا كابتن أحمد ثابت طبعا أول واحد علمني كرة طايرة. كابتن نهاد شحاته كده كده ده زي ابويا يعني. تمام. وكابتن ناصر
وكابتن محمد مصلحي ده اخونا الكبير بقى، ده اللي معتضن كل حاجه في النادي الاهلي يعني. بالظبط. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا سريعا جدا عشان الحلقه بتجري معانا؟ لا ما طبعا عادي زي اي حد، عندي اكونتس على الفيسبوك وانستجرام وكده، بس مش بخش فيها قوي يعني. مش مركز في الرياضه؟ لا انا بطبيعتي كده كده، حتى لو كنتش بلعب رياضه انا مش بنصهر قوي في السوشيال ميديا يعني. تمام. تقول كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي، تقول يا عبد الرحمن. والله يعني احب اوصل لهم رساله ان احنا ان شاء الله نبقى قد المسؤوليه البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله، وهنحاول نرفع اسم النادي الاهلي وان شاء الله نبقى عند حسن ظن يعني حسن ظنهم. يوسف سريعا جدا، جماهير النادي الاهلي تقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحهم زي ما الناس اللي موجوده دلوقتي بتفرحهم، والقاب اكتر للنادي الاهلي، وخليكم في البيت يعني ان شاء الله ربنا يعدي المحنه اللي احنا فيها دي على خير، ونبقى كلنا سالمين يعني ونرجع تاني. كابتن يوسف فرجان نورتنا وشرفتنا. كابتن عبد الرحمن حسين نورتنا وشرفتنا، وبجد نجوم كبار موجودين النهارده وقريبا جدا في منتخب مصر الاول واعمده اساسيه داخل النادي الاهلي. في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.